تفضل. هادو الأعشاب الطبية وعطريات نفس الوقت، كاين بزاف ديال الأعشاب، كاين قرشة أو معطرسة كما كنسميوها، والاسم ديالها العلمية تسمى، وكاين مانتا اللي هي مانتا بالاسم اللاتيني العلمي، كاين فليو، كاين سالمية، كاين أليو، صبار على ما أعتقد، صبار. كاين نعناع الخضر، كاين أنواع نعناع الخضر، ونعناع العبد اللي كيتسمى، وكاين هنا المنتوجات ديال التلاميذ غرسوها، الكول، وكاين زيارة للمشتل. بالمناسبة كانت قامت المؤسسة بزيارة المشتل. هذه منتوجات كلها ديال التلاميذ. هذا معرض ديال الخضار ومعرض الفواكه. الخضار والأعشاب الطبية والمنافع ديالها، هذه ديال التلاميذ، مش منتوج ديال التلاميذ. هذيك زيارة خرجوا بواحد النتيجة ونتقوا داك الشيء، صايبوا جميع المعلومات على النباتات بتنسيق مع أصحاب المشتل. وهذا ماشي غير بعينا، وحنا متواجدين بمدينة العرائش، مدينة الخضرة، مدينة البحر، النهر، الغابات، الماء والخضرة. كاين المجلة،
والمجلة طبعا تشرفوا عليها الأستاذة فاطمة وهي ومجموعة التلاميذ المستوى السادس. وغنخليكم هي تقدم لكم العمل ديال المجموعة السيدة فاطمة معنا. مدينة العرائش أصالة والتاريخ، لأن مدينة العرائش تراث لها تراث، ميدان منتج التراث. نتكلم على التراث الشعبي. التراث الشعبي هو كان مفتاح والأرضية ديال مسرح عبد الصمد الكنفاوي، والكل كيعرف عبد الصمد الكنفاوي مصدر مسرح إيوان نجاتي والتراث الشعبي لمدينة العرائش. ثم قصة العرائش والبحر، أن البحر هو كان لها علاقة كبيرة بالبحر، وخصوصا البحارة. البحارة عندما يخرجون إلى البحر يبدأون بالمناجاة، مناجاة مع الله، وتلك المناجاة أعطت كونت لوحة رائعة تسمى لوحة رائعة في البحر. ثم عندنا فن الحضارة، فن الحضارة فن عريق في مدينة العرائش وتراث عميق. كان فن الحضارة ديال مدينة العرائش ومدينة تطوان ومدينة الشاون يتشابه، عندهم المصدر من الطريقة الفكرية. وهنا هي الصورة ديال النبيئيات، عندنا الإسلاميات، تعريف بمدرسة شخصية العادات، حقوق الطيب، الهروب من المدرسة، مدى قضايا المجتمع. شكرا جزيلا. زاد سي محمد الصباحي معنا.